ما تخافوش، أنا بشوف الشجرة دي كل يوم. اسمي مالين، أنا كنت بعاني من حلم سيء دايماً بيطاردني. كانت شجرة شكلها مرعب جداً، وكونها بتطاردني أغلب الوقت ده كان مسبب لي حالة من الذعر والقلق دايماً. ده لأني مش فاهمة هي بتتكرر لي ليه أصلاً بشكلها اللي بيرهبني دايماً ده. والحقيقة كنت بحاول أهرب دايماً وأشغل نفسي في أي شيء في الواقع. أغلب الأوقات كنت بفضل الكتابة، إني بقدر أطلع اللي جوايا فيها، ومن كشكول للتاني للتالت، حد ما جه اليوم وقررت أخرج عن المعتاد. قررت أستكشف، كنت ماشية من غير أي خطة، بس هدفي إني أشغل نفسي وأخرج عن المعتاد عليه. لحد ما لفت نظري صبارة محطوطة على جنب، شكلها غريب وفي نفس الوقت ملفت. حسيت بشغف كبير ناحية قصتها، وفضلت أبص عليها من كذا زاوية مختلفة، وحقيقي في شيء غريب أنا مش فاهماه. روحت بيتنا والموضوع فضل شاغل بالي، ليه صبارة زي دي في مكان زي ده؟ إيه اللي نزعها من بيئتها وحطها في قالب ملوش أي معنى زي ده؟ حد ما جه اليوم وقررت أسقيها واهتم بيها، بس حصل شيء غريب يومها. فاكرين الشجرة اللي كانت بتجيلي؟ جاتلي اليوم ده، بس في شكل غير المعتاد. شكلها جميل ومش مرعبة أبداً، عكس ما بتجيلي كل مرة. مخفتش منها أبداً اليوم ده، ومن بعدها ما شفتهاش تاني، أو لحد وقتنا ده.